أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يدعي أو قد يكتب بأن الزواج المبكر ليس من صالح الشاب أو الشابة، ولا بد من تكوين النفس وتكوين المستقبل، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان عنده الاستطاعة للزواج ويخاف على نفسه من العنت، إنه يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان الإنسان ليس عنده الاستطاعة للزواج، فإنه ينتظر إلى أن ييسر الله له. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يصبر ويغض بصره، يبتعد عن مواطن الفتنة، والله يعينه. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.